النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس يمرون على الصراط يتفاوتون، فمنهم كالريح المرسل، ومنهم كانقضاض الكوكب، ومنهم كالذي على الخيل، ومنهم راجل، ومنهم اسمع ماذا يقول النبي، ومنهم من تخر يده يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، حتى إذا انتهى من الصراط وقد أصابت النار جنبيه وأكلت النار منه، وكان تخر يد وتعلق أخرى وتخر رجل وتعلق أخرى، فوقف على النار فنظر إليها يقول: الحمد لله الذي نجاني منها فأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، يظن نفسه الناجي الوحيد. حتى إذا انتهى من النار لم يلتفت إليها، فيرى شجرة فيسأل الله أن يستظل بظلها، فيقول الله له: عبدي لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها؟ قال: لا وعزتك لا أسألك غيرها، وأي مقام أحسن من ظل مثل هذه الشجرة؟ فيعطى الشجرة فيجلس في ظلها، ثم يأتي على باب الجنة، وإذ على باب الجنة ماء فيغتسل به فترد له روحه وأرواحه، ثم يفتح باب الجنة فيشتم من ريحها، فلا يقوى أن يقاوم هذا الريح، ولا يقوى أن يقاوم هذا الطيب، فينظر فيقول: ربي ربي أدخلني الجنة. قال: عبدي ألم تخبرني أنك لن تسألني غيرها أي الشجرة؟ قال: اللهم أغلق دوني ودونها الباب، أن تريني أرى الجنة وما أسألك الجنة؟ قال: فيدخله الله الجنة. فإذا دخل الجنة رأى قصرا، وصف النبي القصر فأطال، فإذا رأى القصر خر ساجدا يظن أن القصر ربه ومولاه. قال: ثم يقال له فيقول: ربي أعطني هذا القصر. فيقول: عبدي لعلي إن أعطيتك سألتني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، وأي منزل أحسن من هذا؟ طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنما هو بالنسبة إليه حلم الذي هو فيه، فيعطى القصر فينزله، ثم يرى يتراءى له قصر أعظم، فيقول: ربي أعطني هذا المنزل. فيقول: عبدي لأني إن أعطيتكه سألتني غيره؟ قال: لا وعزتي، وأي منزل أحسن من هذا؟ قال: فيعطاه فينزله، ثم يرى أهل الجنة وقد سبقوه، فيسأل الله أن يدرك أهل الجنة، فيدرك أهل الجنة، ثم يرى منزلا أعظم مما رأى، فيقول: ربي، ثم يصمت، فيقول الله له: عبدي عبدي ما لك لا تسأل؟ قال: ربي إني سألتك حتى استحييتك. قال: ربي إني سألتك حتى استحييتك. قال النبي فضحك الله من مقالته، قال ابن مسعود فضحك النبي حتى بدت نواجذه. في الحديث يرى الرجل رجلا عظيما فيخر له ساجدا، فيقول العظيم هذا الملك، يقول: ما لك ما لك؟ فيسأله مستشكلا: ألست ربي؟ يسأل الملك: أنت مش مولاي؟ فيقول الملك: لا لا، إنما أنا قهرمان من 1000 قهرمان كلهم خدم إليك. ثم لما يرى المنزل الأخير فيعطاه فينزل، فإذا نزله وإذ به درة مجوف، درة فيه 70 باب، كل باب يفضي إلى درة مجوفة خضراء، وكل باب يفضي إلى درة أخرى، في كل درة وصيفة أجمل من الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أشاح ببصره تراءت له، وإذا أشاحت ببصرها تراءى له، يرى مخ ساقها من عظمها ولحمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليها 70 حلة، كل حلة خير من الدنيا وما فيها. ثم قال النبي: مرآته كبدها، ومرآتها كبده. هذه وصفته، هذا خدمه، في كل درة من خدمه. ثم يقال له: عبدي أشرف. فيشرف فينظر مد بصره، فينظر مد بصره، فيقال له: هذا ملكك، هذا ملكك،
ألا تحب أن أعطيك الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها؟ ألا تحب أن أعطيك الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها؟ قال رب أتهزأ بي، قال رب أتهزأ بي؟ فقال الله لا، هي لك. كان ابن مسعود يحدث بالحديث ويجلس عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، فيقول عمر لأبي: يا أبي، يا أبي، أتسمع بما يحدثنا ابن أم عبد؟ فقال أبي: بما يحدثنا يا أمير المؤمنين؟ قال: إنه يحدثنا عن أدنى أهل الجنة منزلا.